بركاته، بسم الله ما شاء الله. طبعا احنا ما فصلناش اسعار، ما تكلمناش في اسعار ولا اي حاجه، لان زي ما انتم عارفين فرحه يا جماعه. تمام، دي فرحه الكابتن البارح في اعلى المزارع، هم دوكس في ضمانهم رجوله ومجدع وسته مسمع، اخونا الكبير ابو نور شرف بلدنا ومنه استفدنا، ابو نور حبيب الجمهور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم يا جماعة، تحياتي لكل متابعينا وكل الناس الجميلة اللي منورانا على قنواتنا على اليوتيوب، تحياتي لكل متابعينا في كل مكان في العالم. طبعا يا جماعة زي ما احنا شايفين النهاردة دي نغم وابنها طبعا فتحي اللي احنا اللي كان مولود عندنا، دي فرصة طبعا بلدي مش اي نوع تاني. تمام، الفرصة هادية جدا وفرصة متاح ان الاطفال يركبوا عليها، متاح بترقص بتعمل كل حاجة. طبعا فرصة بسم الله ما شاء الله صحتها كويسة جدا زي ما احنا شايفين، تمام الحاله الصحيه بتاعتها كويسه، وطبعا ادي المهر بتاعها اهو يا جماعه. تمام زي ما احنا شايفين طبعا صحته بسم الله ما شاء الله. صحته بسم الله ما شاء الله. طبعا اي حد يا جماعه محتاج، احنا بنعمل دلوقتي بنطلع الفرسه والمهر ده الاثنين مع بعض للبيع. تمام، يعني اي حد محتاج مهر مع امه او محتاج الفرصه طبعا يشرفنا هنا في المزرعه. السعر والحاجات اللي زي كده طبعا انا يا جماعه مش تاجر خيل، يعني انا ما بنتاجرش في الخيل، بس انا خدت قرار ان مش هنخلي في المزرعه غير الدلوعه بس. تمام، يعني انا هنطلع نغم وهنطلع ابنها معاها. تمام، وخدت قرار ان باذن الله ومشيت ربنا هنخلي الدلوعه بس، يعني انا لسه عندي فرحه اهي مصوره. طبعا ادي فرحه يا جماعه. تمام، دي فرحه. تمام، وهنخلي هنخلي الدلوعه بس اللي هي بعد فرحه دي. تمام، يعني هنبيع نغم وهنبيع ابنها وهنبيع فرحه، واحنا بعنا زين قبل كده. تمام، فباذن الله بمشيئه ربنا هنخلي طبعا الدلوعه بس. طب ليه احنا بنعمل كده؟ عشان في ناس تقول انت بتديها الخيل ليه كارتن وحاجات زي كده. بصوا يا جماعه، خدت قرار ان انا هنخلي الدلوعه. تمام، وهنجيب بسم الله ما شاء الله جوز عجول، يعني هنجيب جوز عجول هنحطهم مع الدلوعه في الاسطاب. تمام، وهنبيع نغم وابنها وفرحه. هنخلي الدلوعه بس طبعا كحاجه طبعا احنا تعودنا عليها، وطبعا نتحرك بيها ساعات، ممكن نطلع بقى بره حاجه زي كده، بنعمل بقى واجب مع حد في فرح حاجه زي كده. يعني طبعا انتوا عارفين ان احنا ما بنطلعش الخيل افراح وكلام زي كده، بس طبعا الدلوعه ممكن نعمل بقى واجب، ممكن تبقى زي نظام ترفيه، يعني هتبقى موجوده في المزرعه زي نظام ترفيه. لكن نغم وابنها طبعا هنبيعهم وهنبيع فرحه. بس احنا دلوقتي ما كناش بنتكلمنا قبل كده عن نغم في اي فيديو، لكن دلوقتي يا جماعه احنا بنتكلم عن نغم والمهر بتاعها الاثنين مع بعض، وفرحه طبعا هتكون لوحدها. فأي حد يا جماعة محتاج إن هو يشرفنا ويأنسنا وينورنا طبعا ويجي يفصلهم، احنا ما فصلناش أسعار، ما تكلمناش في أسعار ولا أي حاجة، لأن زي ما أنتم عارفين إن أنا طبعا مش يعني ما عنديش دراية كافية ببيع وشراء الخيل والحاجات دي. ففكرتي إن أنا بس نبيع دولت، وهنجيب بإذن الله وبمشيئة ربنا هنجيب عجلين صغيرين أو عجلتين صغيرين هنربيهم جنب الدلوع هنا في الإسطبل. دي هتكون فايدتهم افضل وهيكون في هيكون احسن يعني بالنسبه لي. انا حابب الفكره تمام وحابب نجرب الفكره دي، هتكون اول مره وباذن الله اللي فيه الخير هيقدمه ربنا. طبعا المكان يا جماعه اكيد معروف، احنا على طريق حوش عيسى الزراعي قريه حفص. تمام، مزرعه كابتن ابو نور، ممكن تشرفنا وطبعا هنتفق، والموضوع مش هيكون فيه يعني ضغط على حد ولا كلام من ده. صحيح احنا ما قيمناش سعر قبل كده، اللي طبعا اللي فاهم في الخيل يشرفنا ويفصل سعره. تمام، افصل طبعا اللي حابب ياخد فرحه لوحدها،
اللي حابب ياخد نغم وابنهم لوحدهم، اللي حابب ياخدهم كلهم على بعض مفيش اي مشكلة. سبب ان احنا بنبيعهم هو ده السبب الوحيد والله، مش اكتر من كده. طبعا هنجيب الدلوعه في الجنب اللي الناحيه دي في اول دخله الباب، وهنخلي في الطواله اللي هم بياكلوا فيها دلوقتي دي عجلين او عجلتين صغيرين، طبعا نستفاد منهم للعيد او لحاجه زي كده. يا رب تكون الناس فهمتني كده وفهمت قصدي. تمام، ادي نشوف تاني، نشوف تاني نغم ونشوف ابنها عشان نتاكد. مشي بقى كده بقى، مشي بقى حلا، مشي بقى كده وارجع تاني. حضر العربية كده وارجع. ارجع طبعا. والمفاجأة كمان يا جماعة ان احنا نغم هنبيعها بالعدة بتاعتها. تمام، طبعا العدة دي اللي هي بيكون عبارة عن السرج وعبارة عن اللجام والحاجات دي كلها. تمام، طبعا هنبيعها بالعدة بتاعتها، واللي حابب طبعا يشرفنا وينورنا احنا موجودين تحت امركم طول اليوم من الساعة 1 الظهر للساعة 7 المغرب، ما عدا طبعا يوم الجمعة. تشرفونا وتنورونا في اي وقت، وزي ما قلنا المكان طريق حوش عيسى الزراعي مزرعة كابتن ابو نور. دي الفرصة اللي احنا بنبيعها. تمام، حالتها الصحية زي ما احنا شايفين كويسة جدا، والدة قبل كده وده المهر بتاعها. تمام، مجوزينها على فكرة، الفرصة مطلوق عليها يعني دلوقتي، تعتبر عدى عليها في خلال 3 شهور ولا حاجة او 4 شهور من عمر المهر بتاعها. يلا دخلها، فرصة صحتها بسم الله ما شاء الله، واخد التجريع بتاعها للديكتوماكس والحاجات اللي زي كده. تمام، يعني كل تطعيماتها واخديها. وطبعا فرحة زي ما انتم شايفين بسم الله ما شاء الله، يعني على تربيتنا والغذاء اللي احنا موكلينه والحاجات دي كلها صحتها زي ما انتم شايفين. تحياتي لكم جميعا وتحيات لكل الناس اللي متابعانا ومنورانا على قناتنا على اليوتيوب. يا رب الحلقه دي تعجبكم، واحنا منتظرين الناس اللي هتتابع معانا. رقم التليفون 0130 35 709، والرقم قدامكم على الشاشه في الفيديو. تحياتي لكم جميعا واحلى مساء عليكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. متهاجر قلبي فاجر طالعه من عينه شراره، لما يقولوا ان انا جاي بمشي لوحدي في قلب الحاره، باخد كلابي معايا لو حتى راكب طياره، الحرب العالميه الثالثه هتقوم مني انا باشاره، انا ببعت الكلاب بتاعتي يجيبوا لي سجاير، انا يبكي كلابي عندي احسن من صندوق سخاير.